الاخوان كنعتذروا على انقطاع الصوت الاول حيت كانت هناك يعني موسيقى ديال نشيد فريق المغرب اتلتيك تطوان، فكنعتذروا لان كتبدا المقابله في هذه الاثناء اللي كتجمع ما بين فريق المغرب اتلتيك تطوان والوداد البيضاء. فطبعا المقابله غير منقوله على قنوات الاذاعه والتلفزه المغربيه، ما عرفناش السبب، ولكن عبر المباشر ديال قناه شوف تي في غنواكبكم في كل لحظه. طبعا بالنسبه للاخوان اللي تسالوا المقابله فين منقوله، فالمقابله حقوق البث ديال المقابله فهي تعطات يعني الجمهور التطواني في التعليقات كيكتب لكم فين تعطات يعني حق بث اللقاء ونقل اللقاء. المقابلة بدات في هذه الأثناء. الجماهير الوداديه غائبه بسبب منع التنقل نظرا للاحداث الاخيره اللي كانت وقعت في مدينه تطوان في هذا الملعب.